السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. إن تعطينا الانطباع تاعك وانت تشارك في ظاهرة رياضية تقيمها الجبهة الإسلامية للإنقاذ. نظن هذا اسم الشكر للجميع للمسلمين ولولي أنصاره، ونظن هذه المظاهرة تكون إن شاء الله تتعاود تتكرر، وإن شاء الله المظاهرة هذه تمد شوية نتائج لهذا الشبان هذا، وتمد لهم شوية أفكار على هذه الكرة، وإن شاء الله تكون هذه المظاهرة تكون تنجح، ويكون الشعب الجزائري يسمع بها باللي الجبهة الإسلامية للإنقاذ دارت هذه المظاهرة. على كل كما الناس تقول في الجبهة الإسلامية للإنقاذ هي ضد هذا الرياضة، ونظل أم الجبهة الإسلامية للإنقاذ بينوا لهم باللي هذا الرياضة ما فيها والو، يعني كما الناس تهضر تقول لك الجبهة الإسلامية للإنقاذ ضد هذه الرياضة. أنا نظن مبادرة جميلة، الجمهور يتبع كثير هذا الفريق تاع 82، نظل على حسب النتائج تاعو، يعني فيه لاعبين ممتازين، ونظل وكذلك ان شاء الله تكون يعني يكون هذا الفريق ينضم للجبهه الاسلاميه. كاين فرق، يعني لو كان نعود نشوفوا اش برايك انت، كاين فرق بين المباراه اللي كانت جرى قبل هذا المباراه وهذا المباراه، يعني هل تشوف انت كاين فرق ولا ما كاش من ناحيه التفكير تاع اللاعبين، من ناحيه الجمهور هذا السلوك تاع الجمهور؟ السلوك تاع الجمهور يعني راهي احسن، يعني تنظيم جيد، ويعني هذا كامل اللي يمد شويه شبه لهذا الجمهور اللي كما قال الاخ شيخ علي على الشرطه. الجمهور يعني نهار كيخلص هذه المقابله يعني يتفكر شويه على هذا، يتفكر المقابله هذه اللي جات اللي داروها الجبهه الاسلاميه للانقاذ. بارك الله فيك. انطباع تاعك حول اول تظاهره رياضيه تقيمها الجبهه الاسلاميه للانقاذ؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم. بكل حال والله لا يعني لا حاجه خارقه للعاده، بما انها هي الحاجه الاولى في الرياضه الاسلاميه، يعني المبادره الاولى، وعلى كل نشكر اللي قام بهذه المبادره، وان شاء الله ماشي هذه الاولى، ان شاء الله يكونوا مبادرات اخرى الان بينوا للعالم وللأمة الجزائرية باللي الإسلام ماهوش ضد الرياضة بصفة عامة، وبصفة خاصة ضد كرة القدم، وهذه مبادرة لا بأس. من ناحية السلوك والله لا شيء فرح جدا، والله شيء فرح جدا، حنا يعني كما يقولوا بالقورية ليكزومبل، كم صفر ثلاث خطرات ولا أربع خطرات في 45 دقيقة، ولو كان يعني مبادرة مقابلة يعني اللي كانت تاع كما يقولوا تاع الشامبيونات، لو كان راه الحكم صفر واحد ل 100 خطره ولا 150 خطره وكان فيه تعارك، والحمد لله ان شاء الله تكون الرياضه دائما هكذا، وحنا نتمنوا تكون في المقابلات الرسميه في الجزائر هنا يكونوا مقابلات هكذا. احنا الاموال تاع هذه المقابله هذه راح ترجع لليتامى والمساكين، يعني نشوفوا التكافل الاجتماعي في الاسلام، كيف راك يعني ممكن تعطينا كلمه على هذا؟ ان شاء الله كل جزائري، كل جزائري يخمم للانسان اللي يتيم، يخمم للانسان اللي ما عندوش مدخول، ان شاء الله كل جزائري ماشي حتى من الحدود للحدود، ان شاء الله يكونوا كاع الجزائريين يخمموا بهذه الصفه، ماشي غير احنا ان شاء الله الجبهه تمد يعني تمد المثال، وان شاء الله كل جزائريين يكونوا. بارك الله عثماني، هل يمكن تعطينا الشعور تاعك والانطباعات حول اول تظاهره رياضيه تقيمها الجبهه الاسلاميه للانقاذ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تما اول مبادره تما رانا فرحانين بزاف بهذه المبادره اللي قامت بها الجبهه الاسلاميه للانقاذ، ونتمنى ان شاء الله في المستقبل تتكرر هذه المبادره على المستوى الوطني كامل، يعني ماهيش غير على مستوى يعني تما يخيروا يعني اللاعبين ولا يعني في كل ولايه يديروا مبادره يعني نشط الجبهه الاسلاميه، تنشط يعني في المدار الرياضي، يعني باللي هذه المبادره يعني راه تسكت الناس اللي ظلوا يعني بين الجبهه الاسلاميه راهي ضد الرياضه وضد الثقافه، وان شاء الله نتمنى منهم يعني يزيدوا يدعموا يعني الرياضات الاخرى، يعني مش غير كره القدم. يعني عثماني، انت معروف عليك بانك عنصر يعني حيوي في الجبهه الاسلاميه انقاذ منذ يعني وش يمكن تقول لنا في هذا الميدان؟ نتمنى ان شاء الله من يعني من
من الرجال في جبل سماء يعني يخدموا وما يأيسوش يعني من في الحياة تاعهم يعني السياسية وهذاك، ونتمنى إن شاء الله النجاح للجبهة الإسلامية لإقامة الدولة الإسلامية في الأرض الطيبة. يعني عندي الجمعية هذه دات يعني هذه الحفلة هذه يعني بصح راني فرحان بزاف بزاف، يعني عمري ما كنت نتصور يعني تضمن يعني كما يداروا هذا الشيء يعني بصح يبقى عندي في الذكرى عندي يعني. جميل يعني مقابلة كما يقول لك يعني ملاحة جرت كما ينبغي، ما فيهاش الحاكم يعني ما من اللاعبين يعني لاعبين يعملوا في كثير في المقابلة كانت مقابلة لاباس بها مقارنة بالمقابلات السابقة. الفرق اللي موجود المقابلة السابقة فرق بزاف، فرق اللي فيها ما من الجمهور ما من ناحية الجمهور من ناحية اللاعبين من ناحية المسؤولين من ناحية كل شيء، يعني كانت يعني تسهلوا اللاعبين بزاف يسهلوا الحكام، تشوف المقابلات تجري كما ينبغي ما فيها حتى مشكل يعني. ما من اللاعبين يسهلوا الحكام. بارك الله فيك. اسمح لنا. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ اشرف. ممكن حدنا على المقابله هذه؟ يعني وكل شيء نشكر الجبهه الاسلاميه للانقاذ على التنظيم و يعني في المباراه شفنا يعني كيفاش لازم تكون الرياضه هو يعني لا عنف لا استعمال السكين يعني او العصا، كلهم فرحانين جاوا يشاهدوا يعني لقطات رياضية، وانا يعني ما نقدرش نعلق اكثر من يعني الشيخ اللي علق قبل المباراة. كلمة للاعبين في البطولة الوطنية. ومن الواجب على الكاراتيكا هو التركيز في الحركات وكذلك المراقبة هي رياضة او مراقبة يعني جميع الاتجاهات، وهذه لازم لازم تفرق الناس، لازم تجمع الناس يعني رابح ولا خاسر هو يعني القوي اللي يكون محضر مليح واللي يعني هذا باش نقدر بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. على كل حال يعني كانت مبادرة يعني يعني لابد من يعني كانت في وقتها يعني خطر يعني يعني كانت فيها بزاف كلام يعني على الاخراني، ونظن يعني والله محسوباني حقيقه يعني محسوباني كنت فرحان بالبزاف كيما انا كيما يعني اصحابي كلهم يعني لما يعني استدعونا يعني استجبنا يعني بدون لغو، يعني كانت حاجه يعني يعني الحمد لله يعني استجبنا بكل. هناك مقولات بان الاسلام ضد الرياضه، وش يعني ونشوف جات هذه المقابلة تاع اليوم وهذا العروض الرياضية في الفنون القتالية تدحض هذه المقولات، وش القول تاعك في هذا الميدان؟ هي كاين شي ناس برك يعني ماشي الشعب كامل، يعني كاين شي ناس يعني وباينين يعني اللي راهم كسوا يعني في الحكومة ولا اللي راهم فهمت اللي راهم دايرين في بالهم بلي محسوب يعني الإسلام راه ضد هذا الشيء، والإسلام عمره ما كان ضد يعني هذا، وانما الشيخ يعني مقبله تو دار عليها محسوب يعني الاخرى وفهم يعني بلي الاسلام يعني ما راهش ضد الاخر، وانما السبور ما يرجعش محسوب يعني الشغل ما يردوناش كما قلت لهم من قبيله، قلت لهم حتى ولينا صبحنا نحسوا في روحنا احنا بالفوتبال، انا حسينا روحنا زعما شغل كي اللي مجاهدين فهمت، رانا كي اللي كي الانسان هذاك اللي رفد سلاح كيما كيف كيف يا نلعبوا فوتبال نلعبوا فوتبال، انما يفوق محسوب يعني الانسان يردها فهمت. انت شاركت في مقابلات كثيره يعني كثيره لا تعد ولا تحصى، وكان نعود نقارنوا بين المقابلات السابقه والمقابله تاع اليوم، وما هي الفوارق اللي يمكن تذكرها لنا من حيث اللاعبين من حيث الجو تاع اللاعبين من حيث الحكم التعامل مع الحكم مع اللاعبين من حيث الجمهور يعني الانضباط تاع الجمهور؟ فرق يعني كبير يعني شيء اخر يعني كي تكون محسوب يعني هذه كانت يعني امر يعني شغل اخويه، وكانت يعني محسوب يعني حتى الشعب يعني يشوف كيفاش مشى مع المقابل يعني ما يسخن ما محسوب يعني يدير حاجه محسوب يجي الانسان يتفرج باش يتفرج يعني ماشي باش يدير فهمت، ويعني يكونوا ضدو كوتي يعني ماهيش حاجه محسوب يعني، اما في يعني يعني في الكوتي اللي مليه يعني كانت حاجه اخرى يعني بالك مقابل يعني ما كان والو السخانه تاع الشعب والسخانه تاع الاخر حتى تولي الانسان يولي محسوب يعني يخرج من يخرج يعني من الواقع. في نظرك ما هي السبل اللي تخلينا
مخلق رياضة ومنشأ رياضة على حسب الشريعة الإسلامية. هي على كل حال يعني هذه مبادرة اللي داروها إخواننا في مكتب الولائي، لابد من يكون هذا الشيء يعني استمر، ونظن أنا محسب يعني فوبا يلاشيو، وإنما محسب يعني باش نقولوا بلي ننجموا نديروا كما يعني رياضة يعني حقيقة إسلامية حتى يعني نكونوا إن شاء الله في الحكم، فهمت؟ في الحكم يعني باش يستجب كاع يعني ما يكونوش عراقيل كما راهي عراقيل يعني حتى في الاخرين تاعنا يعني. بارك الله فيك. النصيحه نقول باللي نلعبوا كره رياضه ما فيهاش العنف هذا كما الاخر، ان شاء الله تكون كما الروح رياضيه كما رانا نشوفوا فيها في اليوم. كما راني فرحان بزاف بزاف كما شفت الجمهور هذا، وكما نقولوا حاجه خارقه للعالم. لبس به ونتمنى ان شاء الله نشوف باش هاد الحوايج يتعاودوا باش نكسبوا الجمهور ديالنا يتوعد هاد الحوايج اللي كاين فيها نورد ماشي نحسب بخصوص التربيه ولا شنو الرياضه في هذا الجو هذا نجو نحسب خاوي جو رياضي جو مشاكل. نصيحه تاعك للاعبين في البطوله الوطنيه؟ أنا نتمنى محسوب هذه المقابلة تاع اليوم هذا الجو هذا يتوعد في كل المقابلات المجهيل في المقابلات الوطنية إن شاء الله. تدحض يعني ترد المقولة اللي تقول بأن الجبهة الإسلامية للإنقاذ راهي ضد الرياضة وضد كرة القدم. أنا حقيقة لم أفكر ولو دقيقة واحدة بأن ولو مرة واحدة بأن الجبهة الإسلامية للإنقاذ ضد الرياضة، لأن لدينا خوينا ممثلين للجبهة الإسلامية للإنقاذ وأهلنا إلى آخره، لكنت لدينا مشجعين من الجبهة الإسلامية للإنقاذ، لدينا أنصار، لدينا مسيرين من الجبهة الإسلامية للإنقاذ، فلم يكن لم أرى يعني تناقض يعني في هذا الميدان. الجبهة الإسلامية للإنقاذ لم يعني تعطل الرياضة أي مرة يعني. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. المبادرة مليحة جدا، لأن كاين الناس بزاف قالوا باللي الجبهة للإنقاذ راهي ضد الرياضة وكذا، واليوم شاهدنا يعني الحمد لله شفنا الغاشي هذا، وحتى الرجال السياسيين تاع الحزب هذايا راهم حضروا وشرفونا، ونظن يعني اكو حفلة يعني والله العظيم غير يعني تشرف كاع الرياضة الجزائرية، ونظن ان شاء الله تكثر المبادرات هكذا، وخاطر الرياضه لازم الانسان لازم يعمل رياضه. انا ولادي ندير لهم رياضه، وحنا رباتنا هذه الرياضه تربي بزاف، يعني كاين الناس يقول لك الرياضه، انا نظن باللي تربيه يعني حنايا الرياضه نقول باللي رباتني، لكن يمكن لكم ما درت الرياضه راني بالك العياذ بالله راني ندير حاجه واحده اخرى، يعني الرياضه تساهم بزاف للتربيه تاع، ونظن هذه تشرف الجبهه للانقاذ. بحكم القدم تاعك في ميدان كرة القدم، يعني واش رايك، واش يعني كاين فرق بين المقابلات اللي كنت تجريها في السابق والمقابلات تاع اليوم؟ يعني دوك كنت نتكلم انا مع الاصدقاء لهنا، وراك تشوفوا يعني هذه الفرقه يعني عندنا بزاف ما راناش ندربوا وكذا، بصح يعني راك تشوف الرياضه يعني باش نقدروا نقولوا باللي نقصت شويه في البلاد، راك تشوف يعني اللاعبين رانا بلا اونترينمون بلا الاخر لياقه بدنيه، ورانا متوفقين يعني نظن الفوتبال الرياضه دوك راهي نقصت شويه، لازم نعاودوا نخدموا وخاصة من عند الأطفال، لأن الخدمة تاع الأطفال اللي راهي مخصوصة في هذه البلاد لازم نزيدوا نطوروا باش يوليوا عندنا فرق كما تاع 82 وراكم تشوفوا اليوم يعني شفت فريق رانا نقدروا نلعبوا يعني بلا اونترينمون رانا نلعبوا أحسن من الفريق. من حيث الجمهور يعني نشوفوا اللي الجمهور راه في انضباط تام، واش ممكن تقول؟ ثاني يعني اليوم رانا تفاجأنا يعني شويه بالجمهور هذا، يعني انا كنت هذا الجمهور كنت نشوفه غير بكري، نهار كانت لو غران سيربي كانت عندنا فريق وحده في الجزائر يعني اللي كانت تدخل شعب هكذا، والحمد لله يعني تفرح والله الحاجه تشرف يعني ما نسمعوش الكلام هذاك السيء وكذا، نظن الناس راهي تربيه، نظن يعني ان شاء الله كون يكون كره القدم تكون هكذا في الجزائر يعني نجاح كبير هذا. راهم ظاهرين الحقيقه الاسباب، انا قلت لك يعني في اونيفو تاع لي جون الدراري الاطفال
راهي مطلوقه كومبليتمون يعني طلقوها، راهي ما كاش يعني لا فورماسيون كيفاش نقولوا بالعربيه، لا فورماسيون تاع الدراري راهي منقوصه، وحاجه ما كاش يعني تحب تطور الرياضه كما الدراري تطورهم وتنجحهم باش يعودوا كما اللي كنا حنا وكما اللي كانوا من قبلنا. ما شاء الله كانت فرقه ثانيه كبيره، نظن لازم نكونوا المسؤولين يكونوا يخموا لهذا الشيء.